البيفواك وسط صحراء مرزوقة، صراحة رائع هذا المشهد في عمق الصحراء. هذه هي الإقامة السياحية التي يقصدها زوار مرزوقة للاستمتاع بأجواء الصحراء، الهدوء والسكينة والمتعة. يا سلام، لاحظوا لا طير يطير ولا وحش يسير في هذا المكان، وممتع جدا وجميل، وتحلو فيه الجلسة نهارا وأيضا ليلا. يا سلام، المتعة في هذا الفضاء. بيفواك والخضرة في الصحراء، لاحظوا النخيل والنباتات الخضراء تزين الأرض. يا سلام، وتظهر الكتبان الرملية هناك. تحية لكم من مرزوقة. السلام عليكم ورحمة الله أيها المشاهدين الأعزاء. نحن انطلاقا من البيفواك سنتجه إلى الكتبان الرملية لمرزوقة لنقل صور حية على غروب الشمس، وهذا المشهد الرائع الجميل في مرزوقة. الزوار يقصدون هذه الكتبان الرملية على الجمال لتصوير المشهد الرائع للكتبان الرملية، وسننطلق في هذا الاتجاه لنصور مشهد الغروب. وتظهر هناك الكتبان الرملية يمينا ويسارا. يا سلام، بسم الله الرحمن الرحيم، سنقصد الكتبان الرملية على الجمال إن شاء الله. وهذه اللحظة ينتظرها الجميع بطبيعة الحال لننقل لكم مشهدا مباشرا لغروب الشمس من فوق الكتبان الرملية. يا لها من لحظة رائعة. هاي الجمال هنا. يا سلام، تنتظر بطبيعة الحال قدوم الزوار للاتجاه هناك فوق الكتبان الرملية وتصوير مشهد الغروب. تحية لكم أيها المشاهدين الكرام. نحن سننتقل عبر هذه الجبال الرائعة والكتبان الرملية لنقل مشاهد حية لغروب الشمس. تحية لكم من مرزوقة. هذه الجبال الآن تنطلق فوق الكتبان الرملية وتظهر الشمس هناك، والغروب بدأت ملامحه الآن. يا سلام على مشهد. بل بكم في صحراء مرزوقة، المتعة والجمال والكتبان الرملية ذهبية والإقامات السياحية كذلك لبيفواك متوفرة. يا له من مشهد رائع. من كان يبحث عن الهدوء والسكينة فهنا قمة الهدوء والسكينة، من كان يبحث عن السعادة فهذه قمة السعادة. يا سلام على مرزوقة ورمال مرزوقة. مرزوقة ليلا، وهذه الإقامة السياحية وسط الكتبان الرملية لمرزوقة. فعلا المشهد
مثير. يا سلام.